السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد ابن عبد الله ثم اما بعد النهارده يا اصدقائي جايب لكم ازاي تكسبوا من على الانترنت سواء عندك موقع عندك مدونه عندك قناه ما عندكش اي حاجه خالص انا جايب لك الطريقه السهله اللي تخليك تكسب من 500 دولار الى الف دولار تمام يا جماعه طيب ازاي يا باشمهندس محمد احنا هنعمل الكلام ده وهنكسب من 500 ل دولار في الشهر تعال اقول لكم هتعملوا ايه زي ما انتم عارفين ان المحتوى الاجنبي او النتش الاجنبي جوجل ادسنس بتديله فلوس اكتر من او اموال اكتر من من المحتوى العربي المحتوى العربي بالسنتات يعني تعالى اوريكم حاجه تعالى ندخل عندي مثلا في المحتوى العربي بتاعي شوف النهارده سبعة و وسبعين سنت يعني اليوم كله كان جايب دولار و72 سنت فا في مقابل ان المحتوى الاجنبي يعني انا واخد صوره من المحتوى الاجنبي في إيه المقابل ان المحتوى الاجنبي اليوم تسعه وتمانين دولار واربعه وامبارح كان سته وسبعين دولار والشهر لحد الان خمسمية لحد الان خمسمية سته وعشرين دولار طبعا يا جماعه فازاي احنا هنعمل الكلام دوت وبسهوله جدا ومش هيحتاج منك الا مثلا ساعه كل يوم بس هتيجي وتدخل على بلوجر موقع بلوجر لو انتم مش عارفين بلوجر يا جماعه بلوجر ده هي منصه تبع بلوجر نفسها تبع شركه جوجل عاملاها جوجل عاملاها من وثلاثة. دي بتخليك تقدر تعمل عليها موقع وتقدر تنشئ المواقع تنشئ على اي مدونه انت عاوزها ومحتاجها إيه سواء بقى خاصه بالرياضه خاصه بالبتاع يعني انا يا جماعه عامل موقع خاص بالرياضه اجنبي طبعا اهو بيذيع نتائج المباراة وطبعا النتائج بس مش بيذيع المباراه لان المباراه زي المباراه والبث مخالف لحقوق ادسنس إنتهاك لحقوق أدسنتس وطبعا ده مش هي- مش هيجيب لي أرباح فأنا مش محتاج الكلام دوت ده كله ما فيها إن هو بيجيب لك الموقع ده بيقول لك أخبار الكورة والنتايج اللي فاتت والمعلومات عن المدربين وال... والرياضيين واللاعبين والفرق والأندية الرياضية وجدول المباراة ده نيتش أجنبي أنا عامله موقع أجنبي غير موقع النصر التكنولوجي اللي إنتوا عارفينه كلكم تمام. دلوقتي احنا هندخل على بروجر وهتضغط على بلوجر ويكون لازم يكون عندك ايميل جوجل ايميل جوجل اه وتسجل انشاء مدونة جديدة وخلاص لما تعمل مدونة جديدة هيقول لك حط الايميل بتاعك والكلام دوت وسهل جدا انت تعمل الايميل وتكمل لما سهل جدا انت تحط البيانات بتاعتك وتعمل الايميل وساعتها هتعمل المدونة بسهولة طيب بس انا باش مهندس محمد انا ما بعرفش اكتب مقالات وبعدين هنتقل لي بالانجليزي وانا ما اعرفش بالانجليزي ولا اعرف حاجه عن الانجليزي ده بقى الهديه بتاعه النهارده اللي هقول لكم عليها حاجه سهله جدا يا جماعه جايب لكم تسعمية الف مقال حصري ازاي يا باشمهندس محمد حصري ازاي وفي مثلا كم مشاهد يا, يا جماعه للاخر مرة بقول لكم اللي بيشوفني يشترك في القناة والله الدعم بتاعكم ضعيف جدا تخيلوا ان خمسة وتسعين في المية من اللي بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي كلهم غير مشتركين بالقناة بالله عليكم اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وال... وعملوا اعجاب بالفيديو ان شاء الله عشان نكمل ونعمل ودايما تدعموني علشان دايما تدعموني ان شاء الله علشان اقدم لكم المزيد والمفاجآت طيب احنا عملنا المدونة باقي بقي علينا بس ان احنا نكتب المقالات انا جبت لكم تسعمية الف مقال في حوالي ربعمية خمسة واربعين او ستة واربعين مجال مختلف كل واحد يعمل مدونة على اللي هو عاوزها يعمل المجال اللي هو عاوزه دي المقالات يا جماعة هسيبها لكم طبعا تحت الفيديو ان شاء الله تسعمية الف مقال ايه طيب انا اضمن من ان اللي واحد تاني هيشوف المقال ويكتب نفس المقال ما انتم مش هينفع تحط المقال نفسه ما ينفعش تحطوا المقال نفسه طب هنعمل ايه يا باشمهندس محمد هقول لكم تعملوا ايه كل واحد هيدخل مثلا ولا يكون ندخل على بيزنس ندخل على سيلز مبيعات هنتكلم هنعمل مدونه عن المبيعات والكلام دوت ومناديب المبيعات ومندوب مبيعات ونتكلم عن كل حاجه عن البيع والشراء والكلام من ده مثلا فهندخل نختار مجال المبيعات وهندخل نجيب اول اول مقال اول مقال بيقول لك ده اسم المقال انت ممكن تغيره طبعا زي ما انت عاوز هنا بيقول لك ان المقال ده فيه 497 كلمه علشان المقال يتقبل في جوجل ادسنس لازم يكون عدى ال كلمه وده متوافق وبقول لك هنا الكلمات الدلالية اللي انت هتشتغل عليها تحط الكلمات الدلالية اللي هي الكلمات المفتاحية ممكن ابقى اكلمكم عليها بعد كده او انا كلمتكم على فيديوهات تانية قبل كده شوفوها على القناة وهنا بقى جسم المقال اللي احنا محتاجينه طيب هناخد منه جزء بس بسيط الاول وهنروح نفتح الموقع اللي هسيبه لكم ان شاء الله تحت الوصف الموقع ده بيعمل ايه معيد الكتابة ازاي يعني لو عشرة استخدموا نفس النص ده وحطوه كل مرة هيظهر هي هي الموقع ده هيظبط لهم المقال بحاجة جديدة خالص مش هتبقى متشابهة تعال نجرب بس انا خدت جزء من المقال لما خدتش المقال كله لان هنا هو بس الف كلمة احنا خدنا منه ستمائة خمسة وثلاثين كلمة وبعد ما نحط الجزء هنا بعد ما نحط المقال هنا هننزل تحت كده ونقول له اعادة الكتابة بعد ما شوفوا يا جماعة قبل ما نعمل عد الكتابة معلش نشوف الأول اللي هي الكلمات اللي عاوزة تتصلح ده إضافة جميلة جدا اسمها جرامر بتتحط على جوجل كروم علشان الإضافة دي بتقول لك الكلمات الإنجليش اللي عاوزة ترتيب والجمل عاوزة ترتيب فنزلوها وهتفيدكم جامد لما يكون في كلمة بالإنجليزي فيها مشكلة تقدر تعدلها وهسيب لكم رابط البتاع الاداه دي ان شاء الله برضو تحت الفيديو دلوقتي هنقول له ان احنا نعدل الكلمات الاول تمام الكلمات اللي عاوزه تتعدل قال ان في اربع كلمات اتعدلهم تمام ونعمل له تاني اعاده كتابه كده عمل اعاده كتابه عاوزين نقول له انت غيرت قفل النص ده نشوفه هو غير ايه شوفوا يا جماعه كل اللي في الاحمر ده كل الأحمر ده غيره وحط مكانه كلمات طيب بقى ايه يا باشمهندس محمد عاوزين نشوف المقال ده حصري فعلا في موقع يتكلم عنه ولا لأ هناخده نسخ أو تعمل تحقق من السرقة الأدبية في موقع تاني أهو أو تعمل تحقق من السرقة الأدبية اللي تحت دوت فهو هيدخلك على الموقع ده هتقوم حاطط فيه المقال اللي أنت خدته ونقول له مسح السرقة الأدبية هيقول لك شوف هيقول لك انا بشوف دلوقتي المقال ده فيه كام جزء في المية منه على النت يعني في مواقع متكلمة عنه ولا لا هنشوف النسبة دلوقتي مع بعض يا جماعة زيرو في المية مسروق يعني مكان مقال حصري يا جماعة مقال حصري زيرو في المية يعني مفيش واحد في المية مفيش واحد في المية مسروق طيب يبقى يبقى ده خلاص جاهز للاستخدام هناخده ونروح نجيب صورة كويسة من على النت وهناخده نسخ كله كده ونروح نحطه فين هنحطه في البلوجر بتاعنا والموقع بتاعنا وننشره ونكمل على كده وقدامكم تسعمية ألف مقال حصري يا جماعة وده كانت هديتي النهاردة وما تنسوش تعملوا الاشتراك زي ما قلتلكوا في القناة وتدخلوا على موقع النصر التقني في حاجات جميله جدا وفي برضو بس المباريات وكلام من ده و برضو لو انت عايزين تلقوا نظره على الموقع الثاني إلقوا نظره اللي هو الاجنبي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته